السلام عليكم. حنا اليوم وصلنا لغابة الشباب، ان شاء الله غادي نخليكم بعد المقاطع تشوفوهم كده غابة الشباب، نعاودو نوليو. غادي نهبطو نمشيو لواحد الملعب كاين هنا تصلح، ولكن مازال واقيلا واش تفتتح ولا مازال ما عرفتش. انا يلا كنشوف دابا هاد الملعب هذا، غادي انا وامين في الغابه كيف هذا غابه الشباب، او غادي كيخصك المهم مسكين الجا الله يحسن. وما احنا غادي نمشيو الملعب، هو ما بعيدش بزاف، هو حدايا. اخوتي دخلنا دابا واحد البلاصه لقينا فيها القصه التوت، دابا عاد نكملوا البلاصه التوت.
كوما ليش زمان زاد جوز طرش الشتاء بس صافي كلشي ديالي كلشي ديال الله مو على جا بعد شوية عايز صافي خصك اكون عاش فاس خصان والله او 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 فجي الجي ما نسيتي وايد شنقي كلشي بيو صلاح تكون خطا ها؟ والفواكه توت أحلى انت خصك فين تلبق يا صاحبي خصنا القصة الجولة بسيطة اللي دوزنا قبيلة فقرة الشباب انا وامين بيرسيغ المهم نخلي له كلمة تا هو كنتمنى الفيديو اللي درنا لكم يسمع يعجبكم وما تنساوش رقم ديما الجديد وما تنساوش دير لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد